السلام عليكم البنات. في الفيديو تاع اليوم حنوري لكم بعض مشترياتي للتنظيف واللي نستعملها في المطبخ. بون نبداو بسائل غسيل الملابس المفضل لدي اللي هو بينجو. مليح ياسر ويخلي فريمون الراحة في القش، ملاحة ياسر ياسر، طول يتنشر ويطبق ويبقى تبقى فيه الراحة تاع البخودوي، وبيان سور يطلع القش مليح. وانا نشوفه اقتصادي جدا، هو بيان سور ليكيد. استعملت قبل لوشا اريال البهجة ما ساعدونيش، صرتو اريال فيها دوكا النقاط، هذوكا فريمون فسدوا لي القش، دوكا النقاط تاع الجافيل ايتو فسدوا لي القش، خلا خلو لي فيه ليطاج. كي استعملت هذا بينجو مليح ياسر، راني مدة وانا نستعمل فيه. فيه 3 لتر، لو بري ما نكذبش عليكم، بصح مليح ياسر، يطول اقتصادي. انا نشوفه اقتصادي حسب تجربتي، كنت نخدم بالبودغ انا ايزيس واريال والبهجه ايتو. نشوفه سائل الغسيل الثاني اللي نستعمله اللي نغسل به قش بنتي صغيره، هو اجل. اجل بصابون حجره، قبل انا كنت نغسل لها بيدي، بعد كي كبرت ولا قشها ياسر وصرتو في الشتاء كيما هكا نحطو في الماشينه وحده بيان سور بالبرودوي هذا. تانا مليح، ميم ريحتو ملاحه، صافون مارسي. هذا فيه جو بونس ان لتر و دمي ولا ان لتر، ان لتر فيه. وهذوما تاع الملابس، في تاع الكرابج معروف ايزي سبريل هذا، وكانت انا اجل والاخرين كلهم يعني لمام برانسيب ولمام في، يعني مش احنا ولفنا نخدمه بهذا. هذا تاع الكرابج ديما في كل شراء لازم نشريو لوجافيل. لوجافيل نستعملو ياسر ياسر، بتات خن كونسومي بالك شقرع في 5 ايام بتات، ما حسبتش بصح نكونسومي ياسر في الشهر. راني دابيتود نشري تاع 5 لترات هذاك، المرة دي ما لقيناهش. وشوفوا هذا الغريزيل امير، عملوه في الشكل هذا، كان في القرعة الكبيرة داروه في الشكل هذا. هذا تانا بيغ خلاه مليح والريحة تاعو قاوية ما تصوروش، سورتو هذا تاع البابون جو بونس خوزامة، خوزامة تاع لافونت قاوي خلاص، انا نحب الراحة هدية، مليح قاوي، بان لي اقوى من القرعة الكبيرة. وما ورت لكمش هذا بينجو في للغسيل باليد، بودغ مليح تانا ياسر، ريحة الياسمين مليح، بينجو عجبني. وشوفوا او فيه البينجو فيه البودغ حتى هو، بصح ما البودغ ما يخليش الراحه كيف الليكيد، الليكيد يخلي اكثر الراحه. بون وهادو ما ديزودوريزون فورس اكسبريس اللي ديما نخدم بيهم، ولوغاج ديما لا لافاند، هادو ما مديغوز. في المطبخ هذا حكيت لكم عليه مره في برودوي، قلت لكم نوريه لكم وما زدتش لقيتو. هذا مزيل الدهون من اوريكس، لا مارك تاعو اوريكس. انا كي نشري من 3، نشري هذا ونشري واحد حاشاك نتاع التواليت وواحد تاع اللي نغسلو به اللوفيي واللابينوار ايتو. دوك ندير لكم عليها فيديو في تاع تنظيف الحمام. وهادو ما شكون ما يعرفهمش، هادو ما نستغناش عليهم، اللي نحطوهم فوق الطابله ما نبقاوش نمسحو، نجيو حانكم نحطوهم نفرشوهم، رحمونا بهم. هادو بغينا مليح. او بيان سور في مشترياتي لا انسى لي ساك بوبال حاشاكم، مليح و بارفومي، غير من الساشيات الصغار، الكبار خير. هادو ما يهزو حتى 30 لتر، فيها 15 ساك جوبونس ب10 الاف. هادي وهذه تانا لا استغني عنها في الجرابز، شوفوا هي حرشه تحك لك الحاجه بصح ما تقرقشهاش، مش كيف هذا
كي تحكي في حاجة مصبوغة ولا راح يقرقشها لك. هذا لا، أي حرشة خلاص تحك روعة، بس صحي ما تجرح لكش القرابش. ملاحة هذه ندخل ايبونج فوق من الفوق هكا تجي ريجيد هكا، تحك لك ليسونسيال، تحك لك تخي بيان. وهذا كيف كيف لا استغني عنه، جست برك حبيت نولهكم. هذا شريته ومازلت ما خدمتش بيه، بس حشتو له مصدي كان تشوفوها في الفوتو. هذا مش نحنا نخدم بيه، نشوف اذا كان رجعته لمولاه سينو اجتي بيسكراهو مصدي. شفتو كيفاه تاكسد من الهوميديتي والبرود في الحانوت، تزنزر ولا تصدى ما تولهتلوش. المهم كانوا هادو هما بعض مشترياتي اللي نستعملهم في التنظيف وفي المطبخ. ان شاء الله ينالوا اعجابكم وتكونوا خدتوا فكره. اللي عندها منتوج اخر تنصحنا به تقولهم لي في لي كومنتير، واللي مش ابوني تابوني لي، تابوني لنا تلقاو سبسكرايب ولا ابوني، ابوني لي وديروا لي جيم في الفيديو. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر مع تتبيره اخرى. باي باي. نورت لكمش هذا راهو توخشون سامبل ملفه، نشري هذوك تاع الرولو اللي تقصوا ما لقيتهمش. شريت هذا تاعنا ملفه نخدم بيه مليح ياسر. شتو للكوزينه بنمسح بيه لا باياس سيتو.